27/11/2013 الرستن. آثار الدمار في مدينة الرستن. ترى القصف العنيف المتواصل من كتيبة الهندسة وكلية الهندسة في قرية المشرفة وحاجز ملوك وقرية الزارة الموالية للنظام. هذه المنازل المهجورة والمدمرة جراء هذا القصف ونزوح ما تبقى من سكانها إلى خارج الرستن هربا من هذا القصف الذي طال كل شيء في هذه المدينة. مع العلم حتى المساجد والمدارس والمباني الحكومية لم تسلم من هذا القصف. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه المنازل كحالها من منازل الرستن المدمرة والمهجورة. سبعة وعشرين إحدى عشر ألفين وثلاثة عشر الرستن.